ليش عم تطلعي فيني؟ طالعة حلوة اليوم صح؟ دوري عليه. إذا حدا بيلاقي هديك الورقة وقتها رح يشكوا على الأكيد ورح يقدروا يحددوا نوع المولود. ميت، بترجاكي ساعديني، لا تخلي الورقة توقع بين إيدين جونوانتي. إيه ماشي. أبي أنا بحبك كتير، صدقني. شو صار؟ كتير بحبك. الكل موجود هون، هاي فرصتي هلا كرمال خبر العيلة إنه سابنا بتكون حامل. بلكي سابنا جابت صبي، شو رح يصير فيني وقتها؟ هيك رح كون أذيت حالي وأنا يلي رح أطلع خسرانة وقتها. لازم فكر بحل، متأكدة إنه ما حدا رح يعطيني قيمة، وهي العيلة رح يزتوني برات هذا البيت وما رح يعملوا لي قيمة بالمرة كمان. لازم فكر. مان ميت حاكيني، وينك؟ أمي عم تنادي لك. ما رح خليها تصل لمان ميت أبداً، رح يصحصح بعد شوي إذا بيرجع لعقله وقتها بوقع بمصيبة وما رح تنجح خطتي بالمرة. يا ترى وين راح؟ معقول مان ميت يكون على السطح؟ جونوانتي؟ بتعرفي شو؟ نسينا نطبق كل مراسم عيد الحب. شو نسينا منه؟ جونوانتي، إذا ما عملنا هاي المراسم ما رح نستفاد من كل يلي عملناه قبل. اسمعيني شوي، هلا انا لازم احطلك على رجليكي مي. يلا تعالي. هاتي رجلك، يلا تعالي. شو عم تعملي؟ شو موجود على رجلك؟ كيف علقت هي الورقه برجلك؟ رح شيلها لك. شلتها. رجلك الثانيه. خلصتي؟ جونوانتي استني. شو كمان؟ استني، شو اللي عم تعمليه انتي؟ يعني بيوم عيد الحب لا تروحي على السطح ورجليكي مي، هذا الشي ما بيصير ابدا. وبصراحة ما بتوقع يكون مان ميت على السطح بهالوقت. يعني هون تفرحي وقت تصيري أم وبتتمني هالشي وقت يكون معك صبي مو بنت، فهمتي علي؟ وهي القاعدة تنطبق بكل سار كاربور، التميز هون بناء على نوع المولود وبيبلش من قبل الولادة. بهي العيلة وقت تجيبي بنت يعني حياتك تتحول لمأساة حقيقية وقتها. ألو تشاندا، اجيت على هذا البيت وعندي هدف، واليوم صارت الورقة معي، بس أنا ماني مبسوطة. شفت بعيوني كيف الرجال بيعاملوا النسوان بهذا البيت، شفت كيف النسوان عايشين بالعذاب، شفت ضعفهم بعيوني. حاسة كأنه هالبيت عم بيقول لي لحتى ضل في هاي الفترة، حاسسهم محتاجيني. ميت انتي شو عم تحكي؟ رجاءً لا تفكري بالموضوع هلا، لازم تطلعي من عندك وبس.
يعني إذا حدا فيير عرف خطتك وشك فيكي وقتها رح يروح كل تعبك على الفاضي. انتي بس، انتي هلأ بس فكري بحل سريع لو سمحتي يا ميت. فكري بحالك وشو رح يصير فيكي، وشيلي من راسك فكرة إنك رح تضلي قاعدة عنده. إيه؟ ميت ردي، عم تسمعيني؟ قولي لا تجي، بترجاكي تعالي. ألو، ميت؟ ليش سكرت الخط؟ مان ميت؟ دان رام وين مان ميت؟ ما لقيته؟ ساقون اجت لهون وطلعت على سطح كرمال تشوف ميت. ساقون؟ ساقون مستحيل تكون هون، هي بالبيت من شوي حكيت معها على الموبايل. ساقون بالبيت؟ ايه. طيب اذا كانت ساقون بالبيت وما اجت لهون، لكن مين اللي عم تشوف مان ميت؟ يا ترى هي خدعة جديدة من خدع هديك البنت؟ دورت بكل مكان أمي بس ما لقيت مان ميت. لا، الظاهر إنه أنتِ ما دورتي بكل مكان. تعالي معي. صابنا؟ تعي. عدي، تعالي لهم. لا. تعالي. عدي، على مهلك. ارتحتي؟ رح أجيب لك عسل وزنجبيل بترتاحي عليهم، استني شوي. جبتهم، يلا خدي، رح يخليكي ترتاحي وتهدي. انتي منيحة؟ استني شوي، مسكيها. صفر، خمسة، ستة، واحد، اثنين. فيها عنوان الدكتور ورقمه. وجودك بهذا البيت خلق أمل جديد بالنسبة إلنا، يمكن يضوي ظلم وعتمة هذا البيت ويغير حياة الناس اللي فيه.